الرحيم. انا هو الاب ديال الزهواني حمزه. انا الزهواني محمد، العمر ديالي 60 سنه، كنسكن في دوار زواغات، الرقم الدار 11. انا كنتاسف على هذه البنت اللي ماتت، الله يرحمها ويوسع عليها ديك القبور. غير واحد النقطه مهمه اللي باغي نقول انا دابا، وكنقولها لجميع المغاربه كاع يتصنتوا لهذا الكلام الحقيقي اللي غادي نقول انا، بان هذا الاب اللي كيتهم ولدي انا كيهز عليها جنوي وكيقول بانه راه هو اللي كيديها صحه وكيديها، يجيو يسولوا محل بمحل، يسولوا الناس كاملين، يسولوا دار بدار واش ولدي كيديها صحه ولا هي اللي كتجي. ديما هي اللي كتسول عليه، هي اللي كتعيط في التليفونات، ديما هي اللي كت بزاف ديال الحوايج غنبغي نقولهم انا. المهم من هذا الشيء كامل صيفطنا لهم شي جوج مرات، صيفطنا الناس ديال الدرب مشاو لعندهم باش يخطبوها. مشيت انا صيفطيت انا الناس في قهوه، مشاو عنده ثلاثه الرجال، قال لي تنشوف خوتي. ما كاين اخر المره الرابعه مشيت ليه انا، قال لي يا ودي هذه المده الاخره ديالي انا وياه شي 4 شهور. دابا باش مشيت عنده انا قلت لي غتعطيني الدريه، راه غادي يوقع شي حاجه اللي ما تقبلهاش انت وما تقبلهاش انا. قال لي يا ودي تنشوف خوتي. الغد ما بقاش كيهضر معايا كاع، ما بقاش يقول لي حتى السلام. المهم من هذا الشيء كامل، هاد البنت هذا كتبغي الدري ولدي، ولدي كيبغيها. 4 سنوات دابا هما مع بعضياتهم، الدريه باقا قاصر عندها 16 سنه، الولد ديالي عنده 20 سنه، وانا هاد الدريه هادي بقات فينا الله يرحمها ويوسع عليها ديك القبور، وتا ولدي تانا راه بقى فيا تانا. وانا كنشكر كاع رجال الامن اللي قاموا بهذا التحقيق في هذه القضيه ديال هذا الحدث ديال الابن ديالي، كنشكرهم. وكنشكر حتى السلطات كامل اللي كنشكر، وكنشكر حتى الصحافه اللي كل، وكنطلب من كل هو صحفي نزيه يجي يسول، يجي يسول دار بدار على هذه القضيه هذه وهذه القصه هذه اللي انتهت بهذا الحزن هذا. تحكي لنا بالضبط اشنو وقع، اشنو سمعت على البنت؟ الناس كيتهموا ولدك بانه راه هو اللي دفعها قتلها الى اخره، حنا كنا نسمعوا الحقيقه منك انت. النهار اثنين قبل ما يوقع هذا الحادث هذا، الدريه كانت هي وبنتي هربت، وهي تبعها جات هربت عندي هنا، دخلت عندي للمحال وهي تبعها امها هنايا، كاع الحاله ديالها عضتها، ما خلات فين كتعض فيها، هزت واحد الفراكه ديال الحوايج ضربتها بها للدماغ، قسمتها عليها. هادشي فين ضربتها؟ عندي انا هادشي في المحل عندي انا. المهم خرجتهم قلت لها غتقتلي لي روح هنايا. خرجات الدريه خلات بورتابل عند الدريه بنتي باش ما يهرسوش ليها. نهار ثلاث قبل الحادث ما يوقع، جات هي وما قالت لي البورتابل، غوت على الدريه قلت لها عطيها البورتابل. عطاتها الدريه كتضحك. اسمح لي، انا الدريه رجعت ولا بقات هنا في الدار؟ مشات مع امها. قالت لي اعطينا الدريه بلا ما نبقاو. قالت لي تيخدم. قلت لها عنده تريبورتور ديالو. اش من تيخدم؟ راه عنده تريبورتور، راه كيتحرك به وقت ما بغى. قالت لي من هنا لتما يحن الله مشاو. هادشي الثلاث. نهار الاربعاء جيت انا مع 10 ديال الصباح، عيطت لي الدريه في بورتابل ديالي انا، قالت لي فين هو اشرف؟ قلت لها هو معايا. قالت لي راه لي الله يرحم باك نهضر معاه. عطيته البورتابل بقى كيهضر معاه. جيت بحالتي نعست، انا كنخرج للبحر بحري انايا، كنخرج للبحر، جيت نعست، بقات هي كتهضر هي وياه. في العشيه تعيط هو لمو، قال راه بنت حميد دوش راه كاين وكاين، راه ضربها تران وكيبكي. هذه هي الحقيقه اللي كاينه. مشيت انايا بالليل، كيبانوا لي جوج بارتنيرات في الغابه مديرين الضو ديالهم، ولات الدار ما هما راه داوها للسبيطار، وهو اللي عيط لينا وعيط لامها وماتت بين يدو، ما دفعها ما قتلها ما قالت لي حدا. قالت لي واش كتبغيني؟ قال لها كنبغيك. قالت لي يلا نهرب انا وياك ونعيشوا حياتنا. قال انا ما نهربش، حياتنا نعيشوها هنا. وهذا هو الواقع، هذه القصه الواقعيه. اما علاش ما بغاوش يعطيو البنت يعطيوها للولد ديالي؟ كيستغلوا الدريه كتديها تخدم معاها في الديور، كيديو ليها رزقها،
ديري لها واحد الحصار مشدد. المهم من هادشي كامل حنا ما بغيناش هادشي يوقع، ما بغيناش هادشي. هما دابا كي هاد الدول اللي قالك الا خرج يقتلوه. انا راه كنطلب من السلطات وكنطلب انا من جميع المسؤولين انا يتاخذوا لي من هاد الناس هادو. لو وقعت لشي ولدي شي حاجه راه هما المسؤولين. الابن ديالك دابا معتقل. معتقل الابن ديالي. خلاتي تعتقل. تعتقل دابا حيد. دابا عيطوا على كل المسؤول اللي في بحثوا. احنا علاش كنطلبوا كنقولوا هاد الناس ديال الامن ديالنا راهم نازيين، راه حقهم جميع المسائل. جميع المسائل كل من هي غابره جبدوها. الشرطه العلميه خدوا البورتابل ديالها، البورتابل ديالي انا، قلبوا الكل شي قلبوا. سولوا البيلوت ديال التران اللي كان سايق التران حتى هو راه كيدير التقرير ديالو بانه انتحرت. الابن ديالي حتى هو واش اللي غادي يقتل شي وحده غادي يهزها ويبقى شاده بين يديه، ماتت ليه بين يديه. حتى جاو رجال الاسعاف هما اللي شافوا. قال لي واحد في رجال قال لي خاص ابنك خصو طبيب نفساني. بالنسبه لهذوك الاخبار اللي وصلتك بالنسبه للانتحار، واش كانت شي محاوله اولى؟ واش غفلاتو؟ واش شدها المره الاولى؟ داز التران الاول شدها، المره الثانيه دفعاتو طاح وهرب. الدريه صحيحه، راه الدريه راه 16 سنه صحيحه. الا شتي راه ما تقولش عندها 16 عام، راه تقول عندها شي 20 سنه. المهم اللي ناض هو يتبعها بالجري، طاح تاني في فوسي ديال اللي في الجنب ديال التران. هذيك الساعه هي راه ضربها غير البرد ديال التران، ما ضربهاش التران، البرد ديال التران هو اللي ضربها. ملي مشى كيجري لقاها هو كيتحبها سخفانه، هزها بين يدو لقاها كتركل، ماتت ليه في يدو. هذه هي القصه الواقعيه اللي كاينه. وحنا كنطلبوا من الله وكنطلبوا من السلطات، كنطلبوا من العداله تانا باش ترحم لي الابن ديالي وتشوف ولدي. بناتي رجال الامن تاخذوا جميع الاجراءات ديالهم، بحث عميق اللي داروا مع ولدي، اربع ايام وهما كيبحثوا. والله يخلي رجال الامن، والله يخلي لنا العداله، والله يخلي كل حاجه، والله يخلي الصحافه النازيين اللي كيتبعوا هاد الحادث. وانا كنطلب من هاد المنبر هذا ومن هاد المكان هذا، كنطلب من جميع الصحافه وكنطلب من جميع الناس اللي بغاو يعرفوا هاد الحقيقه ديال هاد البنت وهاد هاد الشاب الابن ديالي انا، يجيو عندنا للدرب، يجيو للفابريكا دوار زواغات، ويسولوا دار بدار ويشوفوا واش بمدينه المحمديه، ويشوفوا هاد الشيء واش حنا كنقولوا الحقيقه ولا كنكذبوا. شكرا. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تابوناو معنا فلاشين ميديا لايف على اليوتيوب، وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم وديروا جيم، وما فيها باس اذا خليتيو شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.